تمد اليد أخيرا لتنقذ أولئك الجاثمين في العراء بعد نزوحهم من منازلهم هاربين. لن تصل هذه المساعدات للجميع بالتأكيد، لكنها ربما ستساعد البعض منهم على المقاومة. والمقاومة في تعز لا تكون بجبهات القتال فحسب، هي في كل شيء وأي شيء. فالبقاء حيا يحتاج للكثير والكثير من التضحيات والتأهب، وحتى الهروب أحيانا إلى مناطق تبدو آمنة أكثر من غيرها في المدينة المحاصرة. منظمات إغاثية نجحت بإيصال مساعدات إيوائية للنازحين، ممثلة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وائتلاف الإغاثة الإنسانية. هذه الأخيرة تقوم بعمل كبير لمحاولة كسر الحصار عن تعز، حيث أقامت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع قافلة الضمير، والتي انطلقت من مدينة التربة بمؤن إغاثية ودوائية جمعتها من تبرعات للمواطنين هناك. من شاركوا في قافلة الضمير اتهموا المنظمات الدولية بالتخاذل حينما ناشدوهم لفتح الطريق أمامهم والسماح بالدخول عبر منافذ المدينة الرئيسية، ما دفعهم لسلك طرق وعرة لعدة أيام لتستهدفهم ميليشيا الحوثي والمخلوع بصواريخ الكاتيوشا ويسقط قتلى وجرحى. تبدو تعز وحيدة إلا من جهود أبنائها، تتقاطر عليها المساعدات على استحياء من تلك المنظمات العالمية الآخذة في عاتقها دعم الإنساني في أي مكان. لكن يبدو أن تلك المنظمات سلكت هي أيضا طرقا وعيرة لا تصل إلى تعز المحاصرة، فقافلة الضمير برغم القتلى والجرحى وصلت تعز، والمنظمات العالمية لم تصلها إلى الآن.